طلبة الصف الثالث الإعدادي ذكر شباب، هنكمل مراجعة إن شاء الله من كراس المعاصر، هنحل مع بعض محافظة السويس. تعالوا نشوف السؤال الأول معانا، نختار الإجابة الصحيحة. النقطة سالب 3 و4 تقع في الربع نقط، عايزين نعرف النقطة دي تقع في أنهي ربع يا ولاد؟ سالب وموجب. خد بالك هنا ربع أول، ربع تاني، تالت، رابع. الربع الأول بتكون إشارته موجب وموجب، الربع التاني بمشي مع الأفقي أهو، السينات سالبة والصادات موجبة، الربع التالت سالب وسالب، الربع الرابع موجب وسالب. طيب الإشارة هنا سالب وموجب، يبقى ده الربع إن هو التاني، اختار الربع التاني. ها اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية بتساوي نون اتحاد نون شرطة، أعداد نسبية وغير نسبية. هنا بيقول لي الوسط الحسابي للقيم هنجمعهم ونقسمهم على عددهم، عندي هنا 3 وهنا 7 وهنا 2 وهنا 8، يبقى أقول له 3 زائد 7 ب10 و2 زائد 10 ب10 يبقى 20 على 4 فيها 5. هنا المجموعة 5 بتكون جزئية من المجموعة 3 و5 للدال. إذا كانت س بـ4 وص بـ3 أوجد ص ناقص س كل أس 10، نطرحهم من بعض. الص كانت بـ3 والس بـ4 يبقى 3 ناقص 4 كل أس 10 يبقى سالب 1 أس 10 اللي هي بـ1، يطلع الإجابة بتاعتك بـ1 اللي هي الإجابة د. إذا كانت أ وس وب واتنين س كميات متناسبة، يبقى أ على ب بتساوي نقطة. طالما هي كميات متناسبة هنقول الأول على التاني بيساوي 3 على 4، يعني أ على س تساوي ب على 2 س. أقدر إن أنا أجيب النسبة أ على ب بتساوي س على 2 س، يعني مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي، أشيل الس مع الس يبقى عندك النسبة 1 لإيه؟ إلى 2. المخطط السهمي المقابل يمثل علاقة من س إلى ص، هل العلاقة تمثل دالة أم لا؟ أكتب بيان العلاقة، أكتب بيان عين. ماشي، تعالوا نشوف كده يا ولاد، الواحد طلع منه سهم والاتنين سهم والتلاتة سهم، يبقى ليه دالة، لأن كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد إلى ص، تمام، يبقى دي دالة. طيب عايز يكتب بيان العلاقة، أقول له والله الزوج المرتب أول زوج ما عندي 1 و1، وبعد كده الاتنين راحت للتسعة، والتلاتة مع إيه؟ مع التسعة. السؤال اللي بعده، إذا كانت أ على ب بتساوي 2 على 3، أوجد قيمة 3 أ ناقص ب على 2 أ زائد ب. طيب هنا أ على ب بتساوي 2 على 3، معناها إن الأ هقول له بتساوي 2 ميم والب بتساوي 3 ميم، حيث الميم ثابت لا يساوي الصفر، يبقى الألف هعوض عنها ب2 ميم والب ب3 ميم، يبقى المقدار اللي عندي اللي هو عايزه 3 أ ناقص ب على 2 أ زائد ب بيساوي 3 في قيمة الألف، ألف ب2 ميم يبقى 3 في 2 ب6 أو 6 ميم، ناقص الب، الب ب3 ميم، على 2 في أ، 2 في 2 ب4 يبقى 4 ميم، زائد الب اللي هي 3 ميم. 6 ناقص 3 ب3 يبقى 3 ميم، 4 و3 7 يبقى 7 ميم، ميم تروح مع ميم بيطلع الناتج بكام؟ ب3 على 7، ده قيمة المقدار. طيب السؤال اللي بعده، إذا كانت الدالة معرفة من ح إلى ح، دالة س بتساوي 3 س، نذكر الدرجة، طبعا هنا من الدرجة الأولى، الدرجة إيه يا ولاد؟ الأولى، لأن س أس 1، ثم أوجد دالة 3 زائد دالة سالب 3. طيب تعالى نجيب دالة 3 كده، هنعوض يعني مكان الس ب3، يبقى 3 في 3 ب9، ودالة سالب 3 هعوض مكان الس بسالب 3، يبقى سالب 3 في 3 بسالب 9. بعدين نجمعهم مع بعض، يبقى أقول له دالة 3 زائد دالة سالب 3 اللي هي 9 ناقص 9 تديك إيه؟ 0، الناتج بصفر. طيب السؤال اللي بعده، إذا كان ب وسط متناسب بين الألف والجيم، فاثبت أن ألف تربيع على ب تربيع زائد ب تربيع على جيم تربيع بتساوي 2 أ على جيم. تعالوا نثبتها كده يا ولاد، انا عندي هنا طالما ب وسط متناسب بين الكميتين أ وجيم، معناه أ على ب تساوي ب على جيم بتساوي ميم، يعني الأ هتساوي جيم ميم تربيع، الأ بتساوي جيم ميم أس 2، والب بتساوي جيم ميم بس، حيث الميم ثابت لا يساوي الصفر. أبدأ أجيب بقى الطرف اللي على اليمين ده، أقول له الطرف الأيمن، الأيمن كان اسمه أ تربيع على ب تربيع زائد ب تربيع على ج تربيع،
طيب تعال نعوض كده في الطرف اللي على اليمين، الالف تربيع ه تربيع هتبقى ج تربيع م اس 4، وال ب تربيع تبقى ج تربيع م تربيع، ال ب تربيع تتربع تبقى ج تربيع م تربيع على ج تربيع، دول يروح مع بعض، وهنا ج تربيع تروح مع ج تربيع، م اس 4 على م اس 2، فالم اس 2 يبقى م اس 2 زائد م اس 2 ب 2 م اس 2، ده الطرف اللي على اليمين. طب الطرف اللي على الشمال، الطرف الايسر اللي هو 2 الف على ج، الايسر تساوي 2 الف على ايه؟ على ج. تعال نعوض كده، الالف عندك كانت بج م تربيع يبقى 2 ج، دي الف اهي يا ولاد، نشيل الالف نحط مكانها ج م تربيع، وهنا ج، نشيل بقى الج مع الج يطلع من الناتج 2 م تربيع زي مين؟ طرف الايمن، يبقى الايمن والايسر طلعوا زي بعض. طيب السؤال اللي بعده، اذا كانت س بتساوي المجموعه 2 و5 وص بتساوي 1 و2، اوجد من س في ص، يعني هتعد عناصر الس فيها 2 وهتعد عناصر الص فيها 2، يبقى ضربهم ب 4. هنا ص في س ده ضرب ديكارت يا اولاد، باخد الازواج 1 مع 2 وارجع اخد 1 مع 5، لان قال لي ص في س، يبقى الصاد الاول مسقط الاول ص والثاني س، نرجع ناخد بقى الاثنين مع الاثنين والاثنين مع الخمسة، كده عملنا الأزواج المرتبة. السؤال اللي بعده، مثل بيانين الدالة ووجد رأس المنحنى ومعدل محور التماسك والقيمة الصغرى للدالة. هنا بنعمل جدول كده لما نيجي نحلها، السين اهيت وهنا دالة سين، أول حاجة سالب اتنين، تعوض هنا في الدالة تبقى سالب اتنين تربعها بأربعة، أربعة ناقص واحد بتلاتة، تعوض بسالب واحد، خد بالك هتعوض من سالب اتنين لحد اتنين، ماشي، سالب واحد تربعها بواحد ناقص واحد بصفر، عوض بصفر، صفر تربيعه بصفر ناقص واحد بناقص واحد، عوض بواحد، واحد تربيعه بواحد، واحد ناقص واحد بصفر، عوض بعد كده بإيه؟ باتنين، آخر رقم، اتنين تربيعه بأربعة، أربعة ناقص واحد بتلاتة، يبقى إحنا استنتجنا كده، خلصنا المسألة يا ولاد، استنتجنا إن رأس المنحنى هو موجود اللي هو صفر وسالب واحد اللي حواليه التماثل يعني يا ولاد، ده صفر وسالب واحد أهو، معادلة محور التماثل اللي هي س بتساوي صفر اللي هو الرقم الأولاني، وعندك قيمة صغرى للدالة. لأن أنت عندك معامل السين تربيع بموجب يعني قيمة صغرى، يبقى قيمة صغرى عند السالب واحد هنا، يبقى قيمة صغرى عند إيه؟ عند السالب واحد. السؤال اللي بعده، ستتغير طرديا مع الكمية كلها وعكسيا مع سين، أوجد العلاقة. طيب تعال نحلها، يبقى أنت عندك ص بتساوي تقول ميم على سين، حيث الميم ثابت ليساوي الصفر، وكان ص بتساوي ص باتنين عندما سين بأربعة، يقول لي ص بتساوي اللي هي اتنين يعني بتساوي ميم على السين اللي هي بأربعة، يبقى الميم بتساوي كام؟ 8. خلاص كده عملنا مقص، جبنا الميم ب 8، وبالتالي العلاقة بقى اللي هو عايزها ص بتساوي 8 على س، دي العلاقة اللي هو عايزها. رجع قال لك اوجد ص عندما س ب 16، تقول له عندما س بتساوي 16، هنقعد مكان س ب 16، يبقى ص بتساوي 8 على 16 تديني نص، يبقى ص بنص. السؤال اللي بعده، اوجد الحفر المعياري للقيم، هنجيب الأول الس بار اللي هي مج س على نون، هنجمع القيم اللي عندنا ونقسمها على عددها، نيجي ورقة كده ونحلها مع بعض يا ولاد تانية، ركزوا معايا، تمام اهو، يلا س بار 2 و 3 5، 5 و 6 11، 11 و 8 19، 19 و 11 يبقوا 30، على عددهم 1 2 3 4 5، يبقى الس بار طلع ب 6. نعمل جدول، هنا السين وهنا السين ناقص السين بار، هنا السين ناقص السين بار كل تربيع، الاتنين تلاتة والستة تمانية والحداشر، هنا القيم بتاعتنا اهي، هنجيب السين ناقص السين بار، اتنين ناقص ستة بسالب أربعة تربعها بستاشر، تلاتة ناقص ستة بسالب تلاتة تربعها بتسعة، ستة ناقص ستة بصفر تربعها بصفر، تمانية ناقص ستة بسالب اتنين تربعها بأربعة، حداشر ناقص ستة بخمسة تربعها بخمسة وعشرين. بنجيب مجموعهم بقى كلهم 16 و 9 25، و 25 كمان يبقى 50، و 4 يبقى 54، يعني نقدر ان احنا نقول له ان السيجما عباره عن الجذر التربيعي المج س ناقص س بار كل تربيع على ايه؟ على نون، يعني هعمل الجذر التربيعي ده 54 على عددهم اللي هو 5، واطلع الناتج بالاله الحاسبه، جذر 54 على 5 يطلع الناتج 3.2، يبقى الحرف المعياري يطلع 3.2 يا ولاد. تمام، نراجع الحل كده، 2 3 5 6 11 و 8 19 و 11 30
30 على 5 يديني 6. عملنا القيم بتاعتنا 2 3 6 8 11، 2 ناقص 6 بسالب 4 تربع 16، 3 ناقص 6 بسالب 3 تربع 9، 6 ناقص 6 بصفر، 8 ناقص 6 اللي عندي تطلع بايه؟ ب 2، 2 تربعها بايه؟ ب 4، 11 ناقص 6 ب 5، تربع 25 وهنا تربع 4 وهنا 9 وهنا 16، نجمع 25 و 25 50، 50 و 4 54، عامل السيجما جهاز التربيع المجموع على العدد يطلع 3 و2 من 10.